السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة صحة وجمال، أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة. النهاردة موضوع جديد، موضوع مختلف تماما، هنتكلم عن المياه البيضاء أو المية البيضاء للعين. في ناس متعرفش يعني مية بيضاء، وفي ناس عندها مية بيضاء ومش عارفة، وفي ناس خايفة من العمليات، بس احنا بنقول لكم العملية بسيطة وسهلة، وخصوصا مع جراح إيده تتلف في حرير. النهاردة مع الجراح اللي إيده تتلف في حرير دكتور محمود شفيق، مدرس واستشاري طب وجراحات العيون والليزك، جامعة الأزهر. منورنا يا فندم. أهلا وسهلا. منور بيك دكتور. عايزين نعرف الناس يعني أصلا كلمة مية بيضاء والمسمى ده جه إزاي؟ المية البيضاء هي بنسميها هي الكاتركت، هي عتمة عدسة العين. إيه عدسة العين؟ عدسة العين دي جزء مهم في العين وبتلعب دور رئيسي في الرؤية بتاعة العين. بتتميز الدكتور أميد بنقاء العين مع لعدة أسباب كتيرة قوي أشارها تقدم العمر، تلاقي العدسة بتفقد النقاء بتاعها ويبدأ يبقى فيها عتمات، هو ده اللي بنسميها المية البيضاء. فالمية البيضاء إن عدسة العين تبدأ تفقد النقاء بتاعها ويبقى فيها عتمات. ليه سميناها المية البيضاء؟ لأن في المراحل المتقدمة منها بتبقى عدسة العين ممكن تاخد اللون الأبيض وتحجب الرؤية بشكل كبير قوي عن الشبكية، عشان كده سميت بالمية البيضاء. في برضه مسمى موضوع المية الزرقاء، إيه الفرق بين المية البيضاء والمية الزرقاء؟ تمام، هو الاتنين دايما ليهم ارتباط ببعض. المية الزرقاء هي ارتفاع ضغط العين، ارتفاع ضغط العين، ضغط العين لو ارتفع لفترات طويلة بيبدأ إنه يأثر على عصب بصري ويأثر على مجال الإبصار. فارتفاع ضغط العين هو ده بنسميه المية الزرقاء أو الجلوكوما. دايما الاتنين مرتبطين ببعض دكتور أمير، إن الاتنين ممكن يأدوا لبعض. المية البيضاء في المراحل المتقدمة منها لو أهملت بتبدأ إنها تعلي ضغط العين وممكن تعمل الجلوكوما أو المية الزرقاء. وكذلك المياه الزرقاء لو أهملت وثابت فترات طويلة في المراحل المتقدمة بتاعتها ممكن تبدأ تعمل عتمة في العدسة بتاعت العين وتعمل مياه بيضاء. الاثنين بيأدوا لبعض في المراحل المتقدمة بتاعتهم. عايزين نتكلم باستفاضة عن أسباب المياه البيضاء. تمام. المياه البيضاء طبعا ليها أسباب كتير قوي يا دكتور أمير. أحد أشهر الأسباب ليها هو تقدم العمر، يعني اللي هي الإيج ريليتد. مع تقدم العمر تبدأ عدسة العين تفقد النقاء بتاعها ويبدأ يبقى فيها عتمات. وجود امراض مزمنه طبعا بيسرع العمليه دي، هو العين مش بيعالجها بشكل جيد، زي مثلا الضغط المرتفع، وجود السكر سواء من النوع الاول او النوع الثاني، الامراض المزمنه زي امراض المناعه والعلاجات بتاعتها اللي بيمشي عليها المريض فترات طويله، بيبقى محتاج العيان ان هو يتابع مع دكتور رمد، لان ده بيؤدي لحدوث المياه البيضاء في سن مبكر عن السن المعتاد بتاعها. فيمكن اشهر اسباب ليها هي تقدم العمر، لكن ليها اسباب طبعا ثانيه كتير. امتى يعني اشخصها الاعراض؟ امتى المريض يشك ان هو عنده حاجه زي كده؟ كويس، يعني دي ممكن نعرض للصوره الاولانيه. نعرض الصوره يا جماعه. الصوره الاولانيه معانا. طبعا اعراض المايه البيضاء كتير قوي، لكن اشهر طبعا الاعراض ليها اول حاجه العيان يبقى عنده زغلله دايما موجوده معاه الصبح وبالليل، حتى العيان يبدا يغير مقاسات النضاره بتاعته، تلاقيه دايما مش مستريح النضاره بتاعته نتيجه وجود الزغلله الدائمه دي، ده بيبقى نتيجه المايه البيضاء. العرض الثاني دايما يبقى العيان يقول لك انا بشتكي دايما عندي شبوره دايما في الرؤيه، ببص بلاقي الدنيا دايما مشبره. لو عيان بيلبس نضاره يقول لك اقلع النضاره انضف النضاره البسها ثاني، لا الشبوره موجوده ما زالت موجوده. حتى العيان تلاقيه دايما يجي لك بغير ازاز النضاره كذا مره، لا هي المشكله ساعتها ما تبقاش في النظر، بتبقى مشكله في المايه البيضاء. العرض الثالث ساعات العيان يجي يشتكي ان الرؤيه بقت فيها بهتين، الرؤيه بقت بهت عن الاول، الكواليتي نفسها او نوعيه الرؤيه بقت اقل من الاول، ما بقاش يشوف الالوان جيد زي الاول. ضعف التدريجي للنظر، يقول لك انا زمان كنت بشوف 6 6 بقدر ان انا اقرا شريط الاخبار، دلوقتي ما بقتش اقراه. اختلاف الرؤيه مع اختلاف الاضاءه، يعني يقول لك انا بشوف الصبح كويس بس اجي بالليل احتاج ان ازود النور، ما بقتش عارف اسوق زي الاول. كل دي بتبقى اعراض بتنم على بدايه وجود عتامه في العدسه وبدايه وجود مياه بيضاء، ولازم العين ان هو يكشف عشان لازم يبدا في الفحص، نبدا الفحص عشان نشوف المياه بيضاء وصل لغايه فين. بيفرق موضوع التشخيص المبكر الموضوع؟ اكيد طبعا دكتور امير، يعني احنا بقينا المياه البيضاء بقينا مهم قوي ان احنا نشخصها في المرحله المتقدمه ليها، لان ما بقاش زي زمان نستنى المراحل المتاخره ليها. يعني زمان كان يقول لك نستنى على المياه البيضاء لغايه لما تستوي، المبدا ده ما بقاش موجود عندنا، لان المياه البيضاء في المراحل الاوليه ليها بتبقى عملياتها سهله قوي. دي العدسات اللي احنا بنزرعها في عمليات المياه البيضاء، ده برضو شيء مهم جدا نتكلم فيها دكتور امير. زي ما بقول لحضرتك المايه البيضاء ما بقاش نستنى عليها، يعني ده بقى شيء مهم جدا، ان العين لازم يبقى فيه تشخيص مبكر لعمليه المايه البيضاء عشان نقدر ان احنا نعالجها في الاول بسهوله. بتبقى عمليه ساعتها بتبقى اسهل دكتور امين، نسبه الامان طبعا بقى اعلى، مضاعفات بتبقى اقل، العمليه بتبقى اسهل على العيان، اسهل على الجراح، ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق. دي رساله مهمه للمريض، يعني ابدا بدري. المبدا بتاع زمان ان احنا نستنى على المايه البيضاء لما تستوي، ما بقيناش طبعا نستنى على المايه البيضاء تستوي، بالعكس بقينا نحب ان احنا نعملها في المراحل الاولانيه، ده بقى بيسهل العمليه على الجراح، بيسهل العمليه على المريض نفسه.
دلوقتي هل الموضوع مقتصر على كبار السن؟ يعني في اطفال عندها ميه بيضاء؟ في شباب عندها ميه بيضاء؟ ميه بيضاء ممكن تيجي طبعا في يعني سن عمري مختلف، ممكن تبقى موجوده في الاطفال من ساعه الولاده، ساعات بتحصل. دي اعراض الميه البيضاء دكتور امير. يعني اول صوره، يمكن صوره على اليمين، اللي هي الزغلله. الزغلله دايما يبقى دايما عين شايف ان في عنده زغلله دايما والرؤيه مش واضحه. تمام. الرؤيه الصوره الثانيه اللي هي العتامه، العتامه او الشبوره، العين دايما بيبقى شايفها دايما قدامه، يقول لك دايما في شبوره قدامي ما بعرفش اشوفش كويس، اغير النضاره، احاول انضف النضاره، لا الرؤيه نفسها ايه فيها شبوره جامده جدا. الصوره الثانيه اللي هي اختلاف الالوان، تلاقي الصوره يقول لك الصوره بقت باهته عن الاول، ما بقتش بقدر ان انا اشوف الرؤيه واضحه زي الاول. فهي دي احد اشهر اعراض المايه البيضاء، الثلاث اعراض دول يا دكتور. تمام، نكمل موضوع الاطفال المايه البيضاء ممكن تيجي طبعا في الاطفال، ممكن تكون وراثيه من ساعه الولاده، نتيجه ان الام مثلا اثناء الحمل خدت دواء غلط او حصل عدوى اثناء الولاده، ده ممكن ياثر على تكوين عدسه الهين ويعمل مايه بيضاء طبعا. وده بيبقى مهم في الفحص او السكريننج بيتعمل للطفل اول ما بيتولد عن طريق دكتور اطفال، ان هو يبدا ان هو يشوف ان في مايه بيضاء في الطفل ولا لا. ساعات ما بيكتشفش وقت الولاده، والعيان يجي بعد شهرين او بعد 3 اشهر ولاده، الام تشتكي ان الطفل بقى عنده حول. ممكن الحول ده يكون نتيجه ضعف عضلات، ممكن يكون نتيجه فعلا وجود ميه بيضاء. الميه البيضاء دي هو تبتدي تحجب الرؤيه عن الشبكيه، فابتدى العين، ابتدى المخ يهمل وجود العين، والعين تخش في كسل، فيبدا ان هي يبقى فيها حول. ساعتها ازاله الميه البيضاء بيبقى مهم قوي في الفتره دوت، ان هي يتم ازالتها في اسرع وقت، مهم في اسرع وقت عشان ايه الرؤيه تبقى واضحه للشبكيه والمخ ما يبداش عشان إيه العين ما تخشش في كسل جامد. باينوكولار فيجن او الرؤيه المزدوجه. بالظبط، الرؤيه المزدوجه، بحيث ان المخ يبدا ياخد صورتين من العينتين ويكون صوره واحده. ممكن تيجي في الشباب طبعا، في لو حد مثلا اتعرض لخبطه جامده، حد عمل حادثه، ممكن تلاقيه بعد شهر او شهرين يبدا يلاقي الرؤيه فيها مشكله، ممكن ده يكون نتيجه ان حصل عتامه او عدسه في العين نتيجه الخبطه الجامده. في نتيجه ده التروماتيك اللي هو جاي سبب دايركت وسبب واضح. يعني المشكلة مش مقتصرة بس على كبار السن او ممكن تيجي في سنين عمرية مختلفة، لكن خلينا نقول ان هو اكتر طبعا الناس اللي بيبقى عندها مايه بيضاء مع تقدم العمر، لكن ممكن تيجي في الاطفال، ممكن تيجي في الشباب طبعا. عايزين نعرف بقى الجديد في العلاجات والجراحات. احنا في دلوقتي في ثورة في مجال طب وجراحة العيون. يعني احنا بنعيش دلوقتي الفترة اللي احنا فيها دي ثورة علمية وجراحية في المجال بتاع طب وجراحة العيون. عايزين نعرف الجديد في بالنسبة للميه البيضاء. الجديد طبعا دكتور امير، اول طبعا في حاجتين احنا بنستخدمه، الاجهزة والعدسات. يعني ممكن نوري صورة العدسات السنة المشاهدين. اول حاجة طبعا الاجهزة صورة العدسات، معلش اتعرضت اول صورة. اول حاجة طبعا الاجهزة بقينا نستخدمها في عملية الميه البيضاء دكتور امير، بقينا بنعمل تفتيت الميه البيضاء بحاجة بنسميها موجات فوق الصوتية، اللي هي الفيكو، اللي هي مجازا تلاقي العين يجي يقول لك عملت ميه بيضاء بالليزر. تمام. الفكرة في استخدام اجهزة الفيكو او التفتيت بالموجات فوق الصوتية. هنتكلم عنها دكتور امير. ميزة فيها الصورة دي. ميزة في الاجهزة ديت، بقينا نستخدم جرح صغير جدا دكتور امير لا يتعدى 2 مللي، عن طريقه نقدر ان احنا نفتت عدسة العين ونزلها. ده طبعا بيسهل العمليه على المريض وبيسهل العمليه على الجراح. العمليه ما بقتش تاخد اكتر من 10 دقائق، بتعمل تحت بنج موضعي، العيان بيمشي في نفس اليوم، من ثاني يوم العيان بيقدر يشيل الغطاء العين وبتبقى الرؤيه واضحه ويحس فرق الرؤيه قبل العمليه عن بعد العمليه. عشان كده بقينا بننصح العيانين ان فكره ان هو يستنى على الميه البيضاء لما تستوي، او ان هو يستنى الميه البيضاء لما تخش المراحل المتقدمه. ده بيخلينا نلجا للطرق التقليديه، وممكن نحتاج غرز جراحيه في العمليه. بقى مع استخدام الفيكو او الموجات فوق الصوتيه، لا مالناش نحتاج ان احنا ناخد غرز في العين. العين بيطلع ان ما فيهاش اي غرز خالص، اللي بنسميها سوتشرلس اوبريشن. وتاني يوم يقدر عيان يحس فرق الرؤيه، وفي خلال اسبوع او 5 ايام بكتير قوي يقدر يرجع يمارس عمله اليومي جدا وحياته اليوميه. ولا كان متاخره بنضطر يعني قد نضطر بالظبط، قد نضطر في المراحل المتاخره ان احنا نستخدم غرز جراحيه، عشان كده ما بقيناش نحب ان احنا نستنى المراحل المتقدمه. تمام. الجديد برضو يمكن بقى هي العدسات اللي احنا بنستخدمها في عمليه تصعيد في عمليه المايه البيضاء دكتور امير. يمكن العدسات دي اللي احنا عارضينها دي. تمام. بعض انواع العدسات بقينا نستخدمها. بقى عندنا تطور مهم جدا في العدسات بنزرعها بعد عمليه المايه البيضاء، لان زي ما قلنا المايه البيضاء هي عتامه في عدسه العين، فاحنا بنشيل عدسه العين ونزرع عدسه داخل العين. بقى مهم قوي ان العيان يقعد مع الطبيب ويعرف ايه نوع العدسه المناسب ليه، ما بقاش في حاجه اسمها نوع عدسه يناسب كل العيانين. يعني مثلا العيانين اللي عملوا قبل كده عمليات تصحيح ابصار، بقينا نحب ان احنا نستخدم انواع عدسات معينه بنسميها الاسفيريك اي ال. العيان اللي كان عنده التهابات متكرره في العين زي التهابات القزحيه بنزرعهم لهم انواع عدسات معينه. اللي بقى جديد في اخر سنتين ثلاثه دكتور اميل هي العدسات بقى متعدده البؤر. ان العيان زمان كنا بنزرع عيان العدسه اللي هي احاديه البؤره، يعني بعد العمليه بيقدر يشوف البعيد ان شاء الله كويس، والقريب بيحتاج منظارات قرايه.
باستخدام عدسات الترايفوكال او العدسات الايدوف ابتدى العيان بعد العمليه ما يحتاجش نظاره خاصه، يقدر ان هو يشوف البعيد كويس وقريب كويس الطبيعه يعني بنحاكي بالظبط من دون احتياج ان هو يلبس نظاره. فهو ده بقى التطور الواسع جدا في عمليات المايه البيضاء. انواع العدسات اللي بتتزرع بقى فيها اختلافات جدا، وبتختلف من بلد المنشاه حتى نفسها والاجهزه طبعا اللي احنا بنستخدمها. طيب تمام. قصه بقى الميه الزرقاء ايه اسبابها؟ انشخاصها ازاي؟ المياه الزرقاء زي ما نقول هي اللي هي اللي بتسحب النظر. المياه الزرقاء للاسف في المرات في المراحل الاوليه ليها دايما ما بيبقاش ليها اعراض، فدايما بتتجاب طبعا عن طريق الفحص او عن طريق السكريننج اللي بيتعمل للعيانين. اي عيان لازم يخش اعاده رمد، لازم يتم قياس ضغط العين ليه. مشكله ضغط العين ان هو بيبدا مع فترات طويله يبدا ياثر على العصب بتاع العين، ويبدا ياثر على مجال الابصار بتاع العين. فالعيان بساعات كتير قوي عينين مياه زرقاء بيجوا في مراحل متاخره، الا اذا جاله فترات ان ضغط العين يبقى مرتفع فيبدا يحسس باحمرار في العين او انخفاض في الرؤيه، فيبدا ان هو يروح لدكتور الرمد. فمهم قوي ان العين دايما الفحص المتكرر او الفحص السنوي اللي بيتعمل اللي بيتم قياس فيه ضغط العين ده بيبقى شيء مهم جدا، لان المياه الزرقاء في المراحل الاوليه ما بيبقاش ليها اعراض عين بيحس بيها، لكن في المراحل المتقدمه يبدا العين يحس ان مجال الابصار بتاعه قل، ودي بتبقى ساعتها مشكله جامده جدا. ايه الاسباب المختلفه للمياه الزرقاء؟ خلينا نقول المياه الزرقاء دي ممكن تكون نتيجه امراض موجوده في العين زي الالتهابات المتكرره، زي الالتهابات القزحيه اللي ممكن تكون موجوده في العين، ممكن نتيجه عين عمل زرع عدسه ما كانتش مناسبه ليه فابتدت تعلي ضغط العين فابتدت تعمل مياه زرقاء. ساعات بتكون جزء منها وراثي، لكن الجزء معظم انواع المياه الزرقاء بيبقى السبب فيها غير معروف، عشان كده دايما السكريننج بتاعها او الفحص السنوي هو ده اكتر حاجه بتخلينا ان احنا نكتشف المياه الزرقاء. طيب انا عندي طفل، يعني اشك ازاي ان هو يعني عنده المشكله دي؟ المياه اللي هي المياه الزرقاء. المياه الزرقاء في الاطفال مختلفه شويه، يعني ويمكن ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان في الاطفال قدره العين شويه بنقول فيها الاستيستي او قدره العين شويه مع ارتفاع ضغط العين تلاقي حجم العين بيزيد شويه. فدي بقى ان انت تقدر ان انت تكتشفها في الطفل بتبقى اسهل بكتير قوي. ساعات الام بتلاحظ ان عين حجم عين مختلف عن حجم عين، ساعات حدقه العين نفسها بتبقى شكلها مختلف عن حدقه العين الثانيه. ففي الاطفال الصراحه السكريننج بتاعهم برضو بيبقى مهم، وبنقدر ان احنا نعرفها عن طريق الاعراض اللي العيان نفسه بيشتكي منها. ساعات العيان الطفل بيكون بيدمع، يعني في الكونجنيتال جلوكوما او في المايه الزرقاء اللي هي بتبقى الطفل بيبقى مولود بيها، بتلاقي الام بتلاحظ ان الولد دايما عينيه بتدمع. فبقى ده شيء مهم جدا ان لازم دكتور الرمد يفحص الطفل عشان نفرق ما بين انسداد القناه الدمعيه وما بين ان ممكن يكون عنده مياه زرقاء، وساعتها بنعالجها طبعا في هذا الوقت. امتى بقى نلجا للجراحه؟ في المياه الزرقاء ما نقدمش علاج دوائي. المياه الزرقاء في الكبار معنا طبعا تليفون يدخله دكتور محمود ايمن. المياه الزرقاء في الكبار يمكن في المراحل الاوليه ليها بنمشي على علاجات او قطرات العيان بيمشي عليها، ان المياه الزرقاء بتعتبر مرض مزمن، فبنخش العيان على قطرات بتبقى قطرات بسيطه قوي العيان بيخش ما بيحط منها مره او مرتين في اليوم. بنرجع للجراحه في المراحل يعني المتاخره للاسف. يعني خلاص هو هيعيش على علاج زي السكر والضغط كده بالظبط، مش اللي هو هياخد حاجه هتشفيه في نفس الوقت. بالظبط. العلاج يعني علاج يعني بنعتبرها مرض مزمن زيه زي علاج الضغط او السكر. العيان انتظم على العلاج ليه خلاص هيعيش معاه في سنين طويله والدنيا هتكون مظبطه. لكن العيان ما بينتظمش على العلاج ليه او بيجي في مرحله متاخره، ساعتها بنلجا له للجراحه عشان نبدا ان احنا نحافظ على الجزء المتبقي من العصب. لان يعني ضغط العين لما بيرتفع ويبدا ياثر على العصب البصري، الجزء من العصب البصري بيتاثر الصراحه ما بنقدرش ان احنا نرجعه تاني لوظيفته. تمام. يعني برضه المجال المتطور، ايه الجديد في مجال المياه الزرقاء في الجراحات بتاعت المياه الزرقاء عن زمان؟ المياه الزرقاء دلوقتي الجراحات بتاعتها برضه زي جراحات المياه البيضاء دكتور امير، بقينا نعملها بدون احتاج لغرز خالص، بقينا نعملها بالليزر برضه بدون وجود اي غرز للعمليات، وابتدينا نستخدم حتى علاجات مؤقته ممكن ان احنا نحطها في الانجل او في الجزء المحدب من العين بحيث ان هو يقلل ضغط العين وما احتاجش ان احنا نمشي العيان دوت على قطرات. استخدام برضو الليزر في عمليات المياه الزرقاء بقى استخدامه بقى واسع جدا عشان نقلل ضغط العين والعين يقدر ان هو يمشي حتى بدون احتاج لعلاجات. معانا التليفون يا جماعه؟ اتفضلي. معانا اتصال؟ الو؟ ايوه صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ اتفضلي، دكتور محمود معاك. ايوه انا كان عندي سؤال بخصوص المياه البيضاء. اتفضلي. انا والدي كان عمل عمليه ازاله مياه بيضاء من حوالي سنتين تقريبا. وبعديها دلوقتي يعني الرؤيه بتقل كده تدريجيا. دلوقتي
بيقولوا ان هو محتاج مسحة عدسة. دي شكوى شائعة يعني. تمام. فهل ده معناه ان هي المايه وبالتالي الموضوع ده شائع؟ معناه المايه البيضاء رجعت ليها الموضوع ده شائع، موضوع مسح العدسه بعد وقت معين. تمام. احنا قلنا ان المايه البيضاء اللي هي عتامه في عدسه العين، عدسه العين بتبقى موجوده جوه كبسول. تمام. فاحنا بنشيل المايه البيضاء وبنحتفظ بالكبسول دوت، لان ده هو الكبسول اللي النزرع داخله العدسه اللي احنا عشان يشيل العدسه الجديده. بالظبط. بعد سنه او سنتين من عمليه المايه البيضاء ممكن الكبسول دوت يبقى فيه عتامه بسيطه قوي، فنحتاج ان احنا نعمل حاجه بنسميها نبضات او تشوتس بسيطه قوي من ليزر دكتور امير، حاجه ما بتاخدش اكتر من 3 4 دقائق، بحيث ان احنا نفتح نعمل فتحه في الكبسول دوت، والعيان بعديه على طول بيبدا ان هو يستعيد نظره زي بعد عمليه المايه البيضاء. هي مجازا العيان بيقول عليها يعني معروفه او مجازا عندنا ان هي مسح على العدسه، لكن هي الحقيقه هي مالهاش دعوه بالعدسه اللي احنا زرعناها، لكن لها علاقه بالكبسول نفسه اللي العدسه فيه. ودايما العيانين بيخلطوا ما بينها وما بين المايه البيضاء، يقول لك ده المايه البيضاء رجعت تاني. لا، هي مش معناها ان المايه البيضاء رجعت تاني، المايه البيضاء طالما اتشالت في العمليه الاولانيه بشكل جيد واتزرع عدسه داخل العين، ده معناها ان ايه، خلاص بقى صعب قوي ان المايه البيضاء ترجع تاني، مفيش حاجه اسمها مايه بيضاء بترجع تاني. تمام. في اتصال تاني يا جماعه؟ طيب خلينا طيب نكمل موضوع الجراحات المتطوره بتاعت المايه الزرقاء. جراحات بتاعت المايه الزرقاء بقى دكتور امين بقى فيها تطور برضو كبير، زي ما بقول لحضرتك بقينا نستخدم الليزر في عمليات المايه الزرقاء، وده بقى ابتدى يقلل الضغط لفترات ممكن تتطور مع عيان ل 10 او 15 سنه، وابتدى ده بيقلل احتياجنا للقطرات. ساعات عيانين ما بيبقاش مناسب ليه ان هو يعمل العمليه نتيجه ان هو عنده مضاعفات ثانيه في العين، ولو دخلنا وعملنا عمليه في العين ممكن نفقد العين دي، فبنلجا برضو للليزر في العمليات دي. العمليات نفسها بتاعت عمليات المايه الزرقاء برضو بقى فيها تطور زي ما بقول لحضرتك جامد جدا، بقينا نستخدمها بدون احتياج لاي غرز خالص، وبقينا نظبط فيها ضغط العين بحيث العين يقدر يعيش فترات طويله قوي ابطو 10 او 20 سنه بدون الاحتياج لاي قطرات او دون اي حاجه لاي تدخل جراحي تاني. طيب حضرتك شديت انتباهي كده في اول حلقه لحاجه معينه، لو ممكن الميه البيضاء تجيب ميه زرقاء او العكس؟ ده شيء مهم. مين العيان اللي هيعيش بالاثنين؟ ده شيء مهم جدا، يعني يمكن هو ده اللي بنقوله للعيانين زي ما قلت لحضرتك، ان احنا زمان كنا بنستنى على المايه البيضاء في المراحل المتقدمه، في وجود تكنولوجي قليله كنا بنستنى على المايه البيضاء للمراحل المتقدمه بعد ما المايه تبقى تقيله، فالعيان يبقى رؤيته قليله، مجرد ان هو بيشوف قدامه متر او 30 سم، فبتبدا تعمل له عمليه اللي هي كانت عمليات بتستخدم جرح كبير قوي، يبدا العيان يتحسن، يبدا يشوف 6 متر او 5 متر قدامه، بالنسبه له ده تحسن. لكن مع استخدام التكنولوجي الحديثه دلوقتي، وجود اجهزه الموجات فوق الصوتيه، تفتيت موجات فوق الصوتيه اللي هي الفيكو اللي مجازا العيان بيقول عليها الليزر، بقينا نعمل فتحات قليله قوي دكتور امير، وبقى تطور بقى العيان بعد العمليه يقدر في خلال يوم يبدا ان هو يستعيد نظره، فبقناش نستنى للمراحل المتقدمه دي اهوت، لان بقى عندنا تكنولوجيا احدث نقدر نشيل المايه البيضاء في مراحل اوليه بنسبه امان عاليه جدا، مضاعفات قليله، تبقى اسهل على العيان، اسهل على الجراح، وفي نفس الوقت ما نتجنب فكره ان في المراحل الاخيره من المايه البيضاء ممكن ضغط العين يبدا ان هو يرتفع، وارتفاع ضغط العين في وجود مايه بيضاء بيدخل العيان بقى في مشكله جامده جدا، عنده مرضين عايز يعالجهم. بالظبط. وجود مايه بيضاء حجب الرؤيه، وجود مايه زرقاء معليه الضغط ومأثره على عصب بصري، فتبقى المشكله جامده جدا. فبلاش نستنى مراحل متقدمه المايه البيضاء انها بتعلي ضغط العين وتدخل العيان في مشكله ثانيه. في نفس الوقت برضو المايه الزرقاء بقينا نعالج المايه الزرقاء في مراحل اوليه جدا، بقى السكرين بتاعها والفحص الدوري مهم جدا عشان احنا نديتكت او نعرف عيان المايه الزرقاء، عشان المراحل المتقدمه جدا المايه الزرقاء بتبدا تعمل التصاقات في العين، وبتبدا تعمل مايه بيضاء، تبدا تعمل عتامات في العدسه بتاعت العين، وبالتالي برضو تدخل العيان في مشكله تانية، عنده مايه زرقاء ومايه بيضاء تضطر تخش تعمله عمليه كبيره قوي، نسبه نجاحها بتبقى قليله، المضاعفات منها بتبقى كبيره جدا. مشكله دايما علاج كل حاجه في اولها، والعلاج المبكر ليها والديتكشن بتاعها، وان انت تبيك اب او تعرف العيان ده في اول المرض، ده بيبقى شيء مهم بيفرق جدا، بيفرق كتير قوي في مستقبله وصعب النظر، بيفرق جدا في ان العيان يقدر ان هو يمشي بنظر كويس لفترات طويله قوي. تمام. نورتنا ويعني ونورت دماغنا بالموضوع ده صراحه. ان شاء الله يعني على وعد من دكتور محمود في حلقه جديده، كل مره بينورنا في نقطه معينه، مره فاتت عن الليزك، النهارده الميه البيضاء والميه الزرقاء، يا رب نكون افدناكم زي ما احنا استفدنا كده معاه. فاصل ونرجع تاني مع ضيفنا في الفقره التانيه ان شاء الله.